وبقوا يتحايلوا عليا يا فوزي، وانا اقول لهم يا جماعه جروب المامز ايه او انا ناقصه دوشه؟ قلت خلاص بقى ارفع راسي العيال، وكتبت لهم يعني شيك صغير كده على مقاسهم يعني اكسر بيه عينهم. وانت عشان تكسري عينهم تطلعي عين امي؟ بكام الشيك ده؟ لا يا حبيبي كده دي حاجه على مقاسهم، ما يجيش تمن العجل اللي ذبحناه النهارده وفرقناه على الجيران. عجل؟ عجل ايه؟ انت ذبحتي عجل؟ لمي ايدك شويه يا عزيزه. اولا اسمي زيزي، اسمي زيزي. ثانيا احنا لسه جداد في المنطقه، انا عايزه الناس تعظم لنا واحنا طالعين واحنا خارجين. الله، بص يا حبيبي، الفقير ياكل ويشبع والغني ياكل ويتلم، وتعمل فم تستحي العين. ربنا يكفينا شر الحوجه يا رب يا رب يا رب. جرى ايه يا فوزي؟ انت هتنام؟ بكره اول يوم ليا في الاجتماع، اخيرا هيبقى ليا قيمه. فوزي فوزي، ما تغير لي الطقم ده بطقم الماظ. فوزي هو انت نمت؟ نام. محدش هيشوف الكويس اللي فيكي، الناس هيبصوا على عيوبك بس، هيدوروا على اللي انتي مقصرة فيه ويشاوروا عليه. وما ينفعش اخاف، لان المفروض ان انا اللي بديهم الامان. بس هو انا هطمن امتى؟ لحظات الخوف طويلة قوي. لو نجحت في الشغل هيقولوا مقصرة في البيت، ولو اهتميت بالبيت هيقولوا فاشلة في الشغل. طب لو اهتميت بالشغل والبيت هلاقي امتى وقت لنفسي؟ الحياة مش فير جيم، بس بتمشي، صعبة سهلة بتمشي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه.